محمد أو مسلمة. حدث له ما حدث لك يا إنياتو. بابا 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 جول. لا 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 جول. ميسي 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 جول. أنت المنقذ يا ليو للأرجنتين. ليس سواك منقذ لمنتخب الأرجنتين. الأرجنتين من دونك ولا شيء. دييغو أرماندو مارادونا يفرح لميسي. نعم استلمها بصدره وحطها ودخل. الأرجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو. يا سلام. في الدقيقة 14 يفعلها الأرجنتين ويفعلها ليو. ميسي يسجل هدفه 65. ميسي يسجل هدف في نهائيات كأس العالم بعد 4 سنوات. استلم باليسرى ودخل. سددها باليمنى ودخلت جول. الأرجنتين متفوقة على بابا 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 با خطيرة. ليو هداف وليو ممرر. وكاد غونزالو إيغوين يسجل هدف ثاني قاتل. يا لها من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه إيغوين الذي يصطدم بالحارس فرانسيس أوزو. بابا بابا حطها لك بالمليمتر يا إيغوين. بابا 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 بابا. البطاقة الحمراء لا صفراء. البطاقة الصفراء رقم 120 في هذا المونديال لليون بالاغون. كنت اعتقد بان تشاكر اراد ان يحتسبه اخر مدافع مع اخر مهاجم ولكن كان مدافع من هنالك. ففي تقدير حكم المباراة اعتبر بان الخطا غير متعمد شوية واعتبر كذلك بانه خلف اوبانيغا. ليو اوبانيغا الحكم يامر. اوبانيغا او ليو. ليو يستعيد. ليو يتقدم. ليو يسجل. با 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 القائم. يسجل الثاني. القائم الايسر ليوزو ينقذ نيجيريا من كرة جول. عشاقني الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو. عشاق الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو. هدف من ميسي وقائد من والقائم من ميسي ونيجيريا ليست في احسن تلقى من انياتو. واحد بعيدة تماما ضربة مرمى. يقول حكم المباراة لمنتخب الأرجنتين. بعيدة بعيدة لأحمد موسى. خروج أرماني. كان ذكي أرماني. تبع اللقطة كما ينبغي. عارف بأن أحمد موسى قطار. سرعة فائقة يتمتع بها لذلك خرج له وغطى منطقته غطى منطقته. خطيرة الدفاع. أولولا. ما زال إنياتو ساقط على أرضية الميدان. تقديم الرجل هنا لعب الكرة. هل في تقدير حكم المباراة أن المدافع لم يلعب وجه ولا رأس اللاعب النيجيري بل لعب الكرة. يبقى ساقط إنياتو على أرضية الميدان بعد هذه اللعبة أو بالأحرى يريد أن يدفع لأجل حكم للاستعانة بتقنية الفيديو. هنا لا تقنية فار ولا هم يحزنون. تشاكر يعلن نهاية هذا الشوط الأول في بيترسبورغ ستاديوم. ضغط رهيب. الأرجنتين متقدم بفضل ميسي على نيجيريا. الأرجنتين كانت أفضل. نتمنى مستوى أفضل في الشوط الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء بعد حين. شكرا جزيلا لك زميلي هشام الخلصي وضيوفك الكرام. بسم الله مجددا. كما كان متوقع يحدث اول تغيير في تشكيلة منتخب نيجيريا. يخرج إنياتو مع بداية هذا الشوط ويخلي الكرة مرفوعة عبر القائم الاول والدفاع يتوقف. ضربة جزاء. حكم المباراة يعلنها ضربة جزاء للارجنتين. هاو الكرة وهاي الرمية وهاي الضربة التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكر اوكي احتجيتوا خلوني نسأل مجددا التقنية الفار. العيب ليس فيها ولكن في مثل هكذا تصرفات يا سيد الحكم. في اول مباراة لك وتنقذ مرماك من ضربة جزاء. ضربة الجزاء 21. با 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 جول. بالبراءة والروعة والدقة اللازمتين فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة لنيجيريا امام الارجنتين. نيجيريا صارت باربع نقاط الان والارجنتين بنقطة واحدة وايسلندا بواحدة. انقلبت الموازين. فعلها فيكتور موزيس. قد تكون هذه الرمية وهذه الضربة وهذا الجول هو المنقلب. تنقلب
والأمور بعدها رأسا على قاقب على الأرجنتينيين. آه يا موريو، بابا 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 بابا، الحكم يقول لك انهض، ليس هناك أي شيء، حكم المباراة يقول لدي ماريا انهض، هل هناك تقنية الفار لتقرر؟ بابا 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 إيجالو، والتغطية من بانيجا، والحكم ماذا قال؟ ركنية لنيجيريا. رائع انت يا ايجالو، ورائع يا بانيجا. احمد موسى دخل، احمد موسى مازال، احمد بابا 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 بابا، اوي اوي اوي، احمد مررها لموسى، موسى كادي مررها مجددا، وياتي الجول. لعبة اخرى على الجهة اليسرى، بابون، يا بابون، فرانسيس اوزو يلتقط هذه الكرة السهلة من قبل بابون، لم تكن فيها ما يلزم هذه التوزيعة من بابون. خطيرة، بابا بابا بابا، التسديدة، بابا 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 بابا، ويلفريد ديدي كاد يسجل جول ثاني لنيجيريا. أحمد موسى استلم، جو بيميكال خلاها، الحقها في ديدي، يفعل ما يريد، كيف ما بابا بابا جول، بابا بابا بابا، ضيعت يا ايجالو، لمسة يد الآن اتذكرتها بأنها لمسة يد، نعم لمسة يد، وضرب الجزاء قاتلة لنيجيريا. يا سلام، فيها شكوك، لم يتحملوا المسؤولية في الغرفة فطلبوا من الحكم المجيء، الحكم ماذا قال؟ لحظة تاريخية، يقول لا، عجيبة عجيبة، خلوني هذا رأي، يقول الحكم ليس هناك ضرب الجزاء. هنا من قالوا بأنها تقنية الفار هي تقنية الكبار، تقنية من أجل الكبار، من قالوا بأن تقنية الفار هي الكرة خطيرة، بابا بابا إيغوين، إن لم تسجل الآن واليوم وفي المونديال ماذا تسجل؟ متى تسجل يا إيغوين؟ إن لم تسجل الآن وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا إيغوين؟ بابا 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 بابا، ضعت، يا إيغالو، ماذا ضيعت؟ كرة التأهل الآن كانت بين رجليك يا إيغالو، ولكن فرانكو يأتبو لو تفعلها، يأتبو لو تفعلها، يأتبو يستعد، يأتبو، بابا 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 جول، بابا بابا، رائعة، دخلت ولكن في الشباك الصغيرة، يأتبو، ميركادو، ميركادو، بابا بابا جول، جول جول جول، الأرجنتين من تحت الأنقاض تصحو وتسجل جول، الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول، الأرجنتين بسبع أنفاس، ميتزا ميتزا ميتزا، وليس ميسي ميسي ميسي، يا ديغو ستموت يا ميديغو لو تستمر بهذا الشكل، ميتزا فعلها بالنيجيريين في الأربع دقائق الأخيرة، ويبعث المونديال مجددا، نعم يبعث المونديال مجددا، جيريا تخرج لأنها لم تلعب بالشكل المنتظر، الكل يطلب حكم المباراة أن ينهيها، أعطونا صورة تيغو أرموندو مارادونا في المدرجات، هل ما زال على قيد الحياة أم رحل؟ الأرجنتين بصعوبة الدور الثمن النهائي، أعطونا مارادونا بعد الآن، الكل سقط، النيجيريون سقطوا، سان باولي ما زال عنده مباراة أخرى وربما ثانية وثالثة، الكل خلف ميسي وراء ميسي وفوق ميسي وكذلك فوق ماركوس روخو الذي أنقذ الأرجنتين في لحظات حرجة وحاسمة، أكيد بعد حين سنشاهد